وقت يعني محرج، بس ما شاء الله يعني أعجب بالكتاب ومحتوياته، وبرضه هو دعم ويسر الصعاب اللي قابلتنا به. أيضا جزء من ريع هذا الكتاب هو لجمعية مكافحة السرطان، والذي قام بتصميم الكتاب، تصميم الغلاف وتصميم الخلفية هو زميلنا أحمد الحبيشي، هو مصمم ومدير قسم التصميم عندنا في الشركة، هو اعتنى فيه بنفسه، هو اهتم فيه بنفسه، وهو شخصيا اللي طلب مني اني شريفة ترجع مرة ثانية عشان تصور الصور مناسبة للغلاف، لأن الصور كانت ضعيفة دقتها وغير مناسبة للغلاف، فجزاهم الله خير، جو مرة ثانية وصوروا يعني، وهو موجود اسمه على ظهر الغلاف تقديرا له، وهو أيضا صاحب فكرة التبرع بجزء من ريع الكتاب إلى جمعية السرطان، زميلنا أحمد محمد الحبيشي مدير قسم التصميم في شركة العبيكان للتعليم. فجزاه الله خير على تنبيهنا، لأن الذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، إحنا كنا ناسين وغافلين مع السرعة، هو اللي نبهنا عليه، جزاه الله خير. الله يجزاك جميعا خير إن شاء الله. الله يجزاك. في أي أسئلة ثانية؟ شكرا لعندي أي فضل. حياك رزق السعودي يا سلام. فيك الله يسلمك. الله يحيي الجميع، وشريفة كلها بركة، دائما تجمع المحبينها في أماكن كثيرة يعني. ولي تجربة معها، وأول ما التقيت فيها في رمضان الماضي طلبوا مني الجمعية بحكم أني عضو في جمعية السعودية للسرطان بتقديم هدايا لمرضى السرطان بمناسبة العيد، وبلغوني بأن شريفة بتشاركني في تقديم الهدايا، وسعدت هذاك اليوم، كان في نهار رمضان ورحنا نقدم الهدايا للمرضى على جميع مستوياتهم، ليس بأطفال أو كبار، بجميع الأعمار في مدينة مكفاها الطبية، فكانت تحمل الألبوم الصور حقها وتجربتها، وممكن ندخل على المرضى وهي اللي تتكلم، أنا ما أتكلم بقدر أني الحمد لله على السلامة وإن شاء الله طيب، لكن كانت هي اللي تبث الأمل والتفاؤل للجميع، كانت هي اللي توريهم الألبوم مراحل علاجها وين كانت وين أصبحت. حتى من الشيء العجيب إحنا دخلنا على رجل مسن يعني، فطبعا هو في البداية ما دروش لأننا بنجيب هدية وبس، ففتحت له الألبوم وقالت يا عم شوف أنا كنت كذا وكنت كذا، لقينا في منه ابتسام تفاؤل إحساس، حتى هو في هالعمر إلا أنها الطفلة أرسلت لي رسالة إن بإذن الله إن الشفاء والعافية من رب العالمين، ولا بد من الأمل بكل الأحوال وإن الإنسان متفائل. كانت تجربة جميلة مع هذه حبيبتنا وأختنا وبنتنا شروفة، لله الحمد، الله رزقها محبة الناس، وهذا نعمة من رب العالمين، ولا ننسى دور والدها الله يطول في عمره ويخليه لها إن شاء الله، ويشوفها من أطيب الناس وعافي عافيتها وصحتها بإذن الله. الله يجزاك، شكرا لك على طبعك وثنائك، وأنا أثني الحقيقة على كلامك. بعض الآباء الحقيقة وبعض الأمهات وبعض الإخوان أو أولياء من يكونون تحت ضغط معين في مرض معين، هم أما يكونون أدوات لنجاح هالابن أو البنت، وأما أداة يقوم بالحد الأدنى، من ما هو مطلوب عليه. صحيح. فقط في مسألة العلاج، ودي المستشفى يجيب له العلاج، لكن والد الحقيقي كان رجل استثنائي بكل المقاييس، وهذا ليس مدحا في وجهه. الصبر والتحمل وطولة البال والسفريات والروح والجي والعلاج مرهقة جدا جدا جدا. فوق هذه ثقافة المرض ثقافة المرض بالضبط يعني. بالضبط. وأيضا محاولة فهم أبعاد المشكلة، بدون الوالدين ما يكون عندهم فهم لأبعاد المشكلة وتأثيرها النفسي والاجتماعي، بعض الناس ما يتحمل في نص الطريق يوقف، بعضهم في أول الطريق يوقف، بعضهم أساسا ما يبادر إطلاقا، تأثر عليه جدا يعني. لكنها هي الحقيقة تجربة تستحق أن توثق، وتستحق أن تكتب، وتستحق أيضا أن تشكر، سواء لوالدها جزاه الله خير وأهلها، وأيضا لها هي أنها كانت نفسيتها متقبلة هالتغير وتجربتها الحقيقة في الكتاب تجربة ثرية. أنا أنصح كل صاحب معاناة أن يطلع عليها، وليس بس محاربي السرطان، حتى أيضا اللي عنده معاناة من جهة أخرى، من أمراض أو عوائق أخرى، التجربة هنا للمثال، ولكن كل التجارب تستحق أن توثق وتستحق أن تحترم. ايضا شريفه اليوم اذا ما خاب ظني تنتظركم الساعه 6:30 ولا لا؟ 6 الساعه 6 المساء عشان توقيع الكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب.
يعني انتم تاخذون كتاب بتوقيع الاخت شريفه، فنشوفكم هناك ان شاء الله. عشان عدد النسخ اللي طبعته احنا طالعين 3000 ما شاء الله، عشان طالعين 3000 نسخه وان شاء الله يكون متناول الجميع، عشان احنا اذن حريصين انه يوصل الكتاب بكل محل. والله احنا حريصين ايضا جدا، وانا قال للشباب يعني احنا عاملين خصم 30% لكل طلاب الجامعات التعليم حقين التعليم، وايضا بمناسبه قبول شريفة أن تجي معنا في هاللقاء نبي نرفع نسبة الخصم إلى 40% لكل الضيوف على هذا الكتاب. جزاكم الله خير. أستاذ محمد كم تباع للعامة يعني غير الخصم؟ 15 ريال بس؟ بس اي كتاب جدا رمزي. اي رمزي، وأيضا هو تعرف ملون، كتاب ملون وكذا، ويعني الهدف منه مو تجاري، الهدف منه توثيق التجربة لا أكثر ولا أقل. سيكون دافع يكون حافز لكل، وايضا احنا ندعو الان من هذا المنبر كل من لديه تجربه تستحق ان توثق او تكتب في اي مجال، وقصه نجاح او قصه معاناه تم تجاوزها الى نجاح، او قصه يبغانا نساعده، احنا ما عندنا مشكله اطلاقا نساعده، نعطيه الخطوط الرئيسيه، نعطيه الدعم النفسي والدعم الاجتماعي والدعم المالي بانه يوثق تجربته، بس تكون ضمن اطار منطقي ومعقول ومقبول لدى الشركة في أنها تتبنى مثل هذه المشاريع وهذه التجارب. وشكرا لكم. سم تفضل. عندي شيء بقدمه لشريفة ولأصدقائها من مرضى الأطفال، لأني ساهم بشراء 500 نسخة من الكتاب وتوزيعه لأصدقاء شريفة من محارب السرطان ومن مرضى السرطان. جزاك الله خير. العرب تقول شيء من معدنه لا يستغرب. الله يبارك فيك. يبارك كل ما كان المعدن عصير كل ما كان. هذا أقل شيء نقدم إحنا لا لشريفة ولا لأصدقاء شريفة، لأصدقاء شريفة أقرب ناس لنفسها يعني. ومن الأطفال بالذات، أنا ودي كل نسخة كل طفل يقتنيها وتكون في يده. وهذا الشيء اللي أحرص عليه. جميل، جزاك الله خير. الله يوفقنا وياك. جزاك الله خير. إحنا نساعدك في هذا الاتجاه إن شاء الله. ونعطيك خصم مجزي بإذن الله. الله يوفقك. لو ما جاء خصم هذا السعر الحقيقة مغري مرة. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. اجل بنسوق عليك وبنغلي السعر. الله يطول عمرك. اللي بيجي من طريق شريفه انا قابل. الله يجزاك خير. لا من طيبك الله يطول عمرك. وموعدنا الساعه 6 ان شاء الله في معرض الكتاب عشان توقيع شريفه. كل ما خير شريفه مع الكتاب. كل ما خير. انتظركم الليله في معرض الرياض الدولي الساعه 6 المغرب، توقيع كتابي رغم الالم يبقى الامل. شكرا لك. اشكر جميع الحاضرين والداعمين حتى اللي ما حضروا، ونشكرهم على جهودهم ونقدر عنوتهم اللي جاوا من بعيد، والله يحييهم على كل حال ويجعل ما قدموا في ميزان حسنات ما شاء الله. شكرا للاستاذ محمد الفريح بالشكر الجزيل اللي اسرع لنا في هذا لنلحق المعرض. الله يجزاك خير. نتمنى جميع النجاح ان شاء الله. الله يوفقكم. الله يوفقكم. شكرا لكم، شكرا على حضوركم اليوم، شكرا للتعلم من برا. الله يجزاهم خير. اكيد لهم موضوع خاص ذولا، بس احنا بنمشي معهم لين نشوف ايش بيصير. اخذي نسخ الحاضرين وتقيها من الان عشان تكون احسن. هذا واجبنا. وقع معنا. وشكرا لكم استاذ محمد. الله يجزاكم. ما قصرتوا كلكم. بعد اذنكم في درع نقدمه. كيف حبيبي؟ شكرا طيب. شكرا طيب.